بتتحرك بقى. تعالي يا قلبي. حلو كده؟ حلو؟ مبسوطة؟ لا عايز تقربي كده مني عشان الناس تشوفك. تعرفي تقولهم انت خدي. تعرفي تكلمي تقول لهم حاجة؟ لا. ها؟ لا قربي كده بقى. إسراء ازيك يا إسراء؟ عاملة إيه؟ أخباركوا إيه؟ الصوت حلو؟ الصوت حلو؟ إحنا النهاردة معانا الأستاذة ليلي. أحلى بلوتة في الدنيا أهي. أهي. ليلي. كلهم زيكم، شايفة الناس دول؟ أه؟ لا، أنتِ بخصمهم ولا إيه؟ مش أنتِ قلتي النهاردة تطلعي لايف تتكلمي؟ هتقولي إيه؟ هتسكتي؟ هتطلعي تقولي إيه أصلاً؟ هما يسمعوا، عايزين يسمعوا صوتك. ها؟ مش هتقولي ولا كلمة؟ هتكلمتي مرة واحدة؟ طب أنتِ جيتي لي أول مرة إمتى؟ من قد إيه؟ ازيكم يا جماعة؟ أخباركم إيه؟ كله حلو؟ كل شفتوا ليلي؟ ليلي كانت عندي من 11/2، من 11 فبراير، 11 فبراير كانت جاية بتشتكي من التهاب نفروزي في الكلى، نفروتك سندروم. حلو؟ صح؟ كانت بطنها مضايقاها، صح؟ وخدودها، خدودها قمر اهي. خدودها قمر اهي، بصي المنظر. انت ما بتتكلميش ليه؟ انت مخصماني؟ انت بتاكلي توست النوتيلا؟ بتاكلي توست النوتيلا؟ مكتوب في الجدول على فكره. بصي اسراء بتقول لك ايه؟ قولي يا ليلي احنا سامعينك. اه ما تتكسفيش بقى. توست، توستو ايه؟ على فكره ليلي خلاص تحللها طلعت الحمد لله نورمال، الحمد لله. بعد اقل من شهر الحمد لله. مامتها فرحانة قوي الحمد لله. وانا خالد قولي بلاش. طب قولي. انا المعمل ما كانش مصدق اصلا، اتصلت بيا الدكتور. اسمح لك ايه؟ مدام ناهد بتقول لي، انت قلتي كلمة حلوة من شوية، قلتي ايه؟ انا هقرب بس الدم من عندك كده بالصوت، انا كده هطلع انا وليلي كده. خلاص. هي طبعا مامتها فرحانة قوي، خلاص. مبسوطة قوي بالتحليل اللي طلعت. ان الالبوم ما بقاش ينزل في البول، صح؟ اه خالص الحمد لله. انا اصلا ما كنتش متوقعه ان هي تيجي النتيجه بتاعتها تريس وتوصل ان هي تبقى 35 دي بعد 1000 وفوق ال 1000 يعني. لا لا لا، احنا كنا في يعني ليلي اتحجزت شهر في المستشفى، كانت بين الحياه والموت. ولفيت على كل الدكاتره، ما حد يعني، لفيت على دكاتره التغذيه كلهم ودكاتره الكلى. دكتور الكلى بيبقى مهتم ان هو يدي عليك يهبط المناعه، اتبهدلت كورتيزون، كانت بتاخد نسب عاليه جدا من الكورتيزون، وكلنا في البيت كنا متدمرين نفسيا. سحبنا الحمد لله فضل ونعم من عند ربنا. انا جيت لدكتور ضياء يوم 11/2. قبليها اختي كانت قالت لي على حضرتك، اللي هي كانت معانا المره اللي هي اللي قالت لي على حضرتك. جينا قبليها باسبوع انا مشيت ليلي على النظام، على نظام التصوير. بس ما كناش رز بقى يعني، لا اي حاجه مكرونه ماشي. انما بعد ما جينا مع حضرتك وقفنا كل اللخبطه دي. انا اصلا مامي ليلي فرق معايا. انا كنت ايوه اللبن، وفرق مع اخوها. اخوها كان عنده كرش كده الحمد لله. فرق معاك الكرش ده؟ جدا جدا. لا ليلي اهم حاجه الحمد لله. الحمد لله النسب الحمد لله فضل ونعم من عند ربنا بعد عذاب. دكتورة المعمل قالت لك ايه؟ نعم؟ دكتورة المعمل قالت لك ايه؟ دكتورة المعمل اتصلت بيا الساعة 12 بالليل، قالت لي قولي لي أنتِ عملتي إيه؟ قالت لي قولي لي أنتِ عملتي إيه في ليلي علشان النسب تطلع مظبوطة كده؟ ما كانش حد مصدق خالص خالص. الحمد لله ربنا يبارك فيك يا دكتور بجد. بس هي خلفت، أنتِ خلفتي، أنتِ طلعتي جاتوه. خلفت كانت في طبق خلا وكانت قطعة جاتوه. بطني ما جاتش يعني؟ عادي؟ لا. يعني خلاص النظام ده ما نعملوش تاني؟ طب خدودك وخدودك خدودك ده انا مش عايز تشيل خدودك، انا هجيبها دلوقتي. خلاص ما بقاش في خدود الحمد لله ربنا يبارك فيك. هي لا ليه بقت شاطره كمان ما شاء الله، لو بتاخد اي حاجه مخالفه ممنوعه
تقول لهم لا ده انا ممنوع ما اقدرش اكل. اليوم ما كنتش عارف ان هي الجاتوه. ما كنتش عارفه ان الجاتوه ممنوع. هي كلتها انا ما كنتش واقفه جنبها. ما كنتش فاكره. انت مش شفت بيبسي ولا لا؟ لا. هو ايه؟ لا خالص. ولا بيبسي ولا جاتوه تاني؟ طب قولي لهم انت بتاكلي ايه دلوقتي؟ على فكره ليه يا جماعه بتصوم زي صيام رمضان صح؟ بتتسحري. صح؟ بتصوم الاثنين والخميس عشان النهارده صايمه. النهارده؟ امبارح. امبارح كنت صايمه؟ مش النهارده نص شعبان صايمه؟ ايه؟ صايمه النهارده؟ النهارده؟ لا انا كنت اكلت ولا صايمه؟ اكلت ايه الصبح؟ رمضان. اتنين توست. اتنين توست وايه تاني جنب التوست؟ اكلت شيبسي. شيبسي؟ اللي ما حدش اصلا يعني الدكاتره العاديين كل الدكاتره اللي رحنا لهم يقولوا العاديين. العاديين. لا حضرتك خارق لا بجد ما شاء الله. لا كانت شيبسي كانت ممنوعه من الشيبسي كانت ممنوعه من المربى كانت ممنوعه من النوتيلا كانت ممنوعه من العصير المعلبات كانت ممنوعه خالص الحاجات دي كانت استحاله تدخلها البيت اصلا ولو كانت شافتها في ايد اخوها كانت بتبقى عامه صمره انما ما شاء الله ما شاء الله دلوقتي بتاكل شيبسي بتاكل نوتيلا وبتاكل بتشرب عصير بس بتزيد هو عامل متهمك ان انت يعني شريره عامل ان انت كنت الحاجات دي بتاكليها ولا بتاكليها يعني لكن احنا عارفين انت بتديله وراجل ما تكلمش يعني صح؟ انت مبسوطه دلوقتي بطنك كويسه في حاجه مضايقاكي خالص ها؟ انت بتحبيني؟ طب انت بتدعي لي؟ بتدعي لي؟ تدعي الدكتور امتى؟ تدعي لي امتى؟ وانت صايمه؟ وانت صايمه بتدعي لي؟ الله عليك يا قلبي. وانت عارفه الناس كلها دي مبسوطه بيكي؟ ها؟ عملت ايه؟ قمر للي صح؟ ما شاء الله قمر قمر. هي مبسوطه اصلا للي صح؟ يا للي؟ احنا بقينا حلوين مش عايزين صح؟ الحمد لله الحمد لله. ربنا يكمل عليك جدا جدا انا يعني بجد من فضلك انت ما دخلت على جروب النفرات قالوا لك ايه؟ ما صدقوش شتموني بصراحه شتموكي انت ما شتمونيش انا؟ لا شتموني انت اصلا انت مهمله انت ازاي اصلا تقولي كده كل الجبن دي كلها فيها دسم عالي جدا هتاثر على البنت وازاي تديها عصير وازاي تديها نوتيلا انت ازاي ترجعي السكر تاني؟ ليلي كانت ممنوعه على بنت معاها ما هو الناس بيقولوا السكر بيعمل التهابات لا ما بيعملش التهابات السكر بالظبط ما بتاكل سكر ايوه انا كنت منع سكر انا برضو كان عندي التهابات في الاعصاب كتير من بعد ما مشيت من نظام حضرتك لا ما بقاش فيه انا التهابات في الاعصاب دلوقتي عندك انت لا لا ما بقاش فيه عندي انا مشيت البيت كله كلنا زي بعض حلو فلا كلنا الحمد لله كلنا رجعنا على ضبط المصنع كلنا رجعنا فعلا لا فرقت جدا يعني انت مبسوطه اهو البيت كله بقى تمام عايزه مني حاجه ثانيه؟ ده احنا الجيران كمان بقوا تمام والله كمان الجيران خلاص عايزه مني حاجه ثانيه حضرتك؟ شكرا بجد عايزيني بوسه ولا لا؟ الله الله وانا كمان هبوسك بقى ها؟ قول لهم بقى انت عايزه منهم حاجه؟ ها؟ طب قول لهم باي باي قول لهم انا بقيت كويسه باي باي خلاص؟ عايز تقول حاجه يا استاذنا؟ بجد؟ عايزين نسلم على نفسك بتكلم على حد شكرا يا دكتور ايه حتى انا متشكر ربنا يخليكم اشوفكم على خير يا جماعه اشوفكم على خير